مساء الخير يا ولاد، مرحبا بكم في هذه الحصه اللي رايحين نديروا فيها الجذور تبسيط العبارات الجبريه والنشر وتبسيط العبارات الجبريه بالنسبه العبارات الجبريه اللي فيها جذور بيان سور بالنسبه لسنوات الرابعه متوسط. دونك الجزء الاول سوف نرى فيه تبسيط العبارات الجبريه، كيفاش نبسطو عبارة الجبرية فيها جذور. داكور، العبارات اللي فيهم الجذور تتضمن جذور. ياسو مكتبش هنا تتضمن من جذور، هنا أيضا تتضمن من جذور. فوالا، دونك لتكون العبارة الأولى مثلا أ أ تساوي ثلاثة جذر خمسة زائد اثنان جذر خمسة ناقص سبعة جذر خمسة. هنا بديت من الأبسط. خير، هنا عندنا كما راكو تشوفوا جذر خمسة، في الجذور هذو الجذر حسبوه كومسي اكس، كومسي باب، كومسي كرسي، كومسي ساندويتش، نتوما تحبوا لي ساندويتش على بالي. دونك ثلاثة تاع البيبان زائد زوج تاع البيبان ناقص سبعة تاع البيبان، 3 ساندويتش زائد 2 ساندويتش موان ناقص سبعة ساندويتش، سبعة تاع لي ساندويتش. ما تشوفوش الرقم هذا، شوفوه كامل، هذا الجذر كامل هو كعدد واحد. واش نديرو؟ دونك عندنا ساندويتش هنا كعامل مشترك، نحطو قوسين، دونك نحيو جذر خمسة كعامل مشترك، داخل الأقواس نحطو المعاملات هذو بالإشارات. هنا ما كاش إشارة، دونك يقعد كما هو موجب. هنا اثنين مسبوق بإشارة موجبة، دونك زائد اثنين، وسبعة مسبوق بإشارة سالبة، دونك ناقص سبعة. نحسبوا واش كاين، 3 زائد 6 هنا بالترتيب باسكو عندنا جمع وطرح، 3 زائد 2 6، 6 ناقص 7 هو ناقص 1 جذر 5. كي يكون 1 سي با لا بين تكتبوه، دونك نكتبوه ناقص جذر 5. فوالا، نمر الى ب باش ما تتخلطش. تساوي 4 جذر 2 ناقص خمسة جذر اثنين زائد ستة. هنا أيضا نفس الشيء، شوفوا وين كاين العوامل المشتركة. جذر اثنين هنا عامل مشترك، جذر اثنين عامل مشترك، ستة ما عندوش، دونك نخليوه كما هو. دونك نديرو العامل المشترك بالنسبة لهذو برك، لهذو في زوج. هاوليك، وهنا ناخذ المعاملات بالإشارات. أربعة ليس مسبوق بإشارة، دونك ناخذو كما هو، وهنا ناقص خمسة، ومن ثم نضيف الباقي زائد ستة يساوي أربعة ناقص خمسة هو ناقص واحد، دونك نحطو غير ناقص هذاك جذر اثنين زائد ستة. هاي ليك الكتابة المبسطة لي بي، داكو، هذه هي. ثم العملية الأخرى، العبارة الأخرى عفوا، سي تساوي ثمانية، ألوغ سي يساوي ثمانية زائد سبعة جذر ثلاثة ناقص ثلاثة جذر ثلاثة. دونك سي يساوي، هنا أيضا نفس الشيء، يعني حطيتهم في زوج. أنا عطيت مثال هذا وين كانوا زوج هذوك كيف كيف من قبل، ومن بعد وين كانوا من بعد. هنا نحطو ثمانية قبل، ونكتبو قبل واش كاين، ثم زائد نضع الأقواس. واش عندنا كعامل مشترك؟ جذر ثلاثة، ثم هنا عندنا زائد سبعة، دونك نحطو سبعة ناقص ثلاثة. وين مسبوق بإشارة موجبة؟ ما تكتبوش الإشارة. سي تساوي
8 زائد 7 ناقص 3 يساوي 4، إذا 3. هذه هي. ثم د تساوي 9 جذر 2 ناقص 14 جذر 7 ناقص 4 جذر 2 زائد 21 جذر 7. هنا واش تشوفوا يا ولاد؟ دائما تشوفوا الجذور واش كاين الداخل، اسكو عندهم علاقه بيناتهم. هنا عندنا جذر 2 جذر 7 اللي كاين في العباره هذه كامل، جذر 2 جذر 7، زوج تاع جذر 2 وزوج تاع جذر 7. 7 مع 2 ما عندهم حتى علاقه بيناتهم. دونك نديرو وين كاين هكذا، وين كاين جذر 2 مع بعض، وين كاين جذر 7 مع بعض. دونك دي يساوي، حلو الاقواس، هنا تاع جذر 2 وهنا تاع جذر 7. هنا دونك نشوفو واش نحطو كإشارة. دونك جذر 2 كاين 9 مسبوق بإشارة موجبة، دونك 9 كاين ناقص 4 هكا، وهنا جذر 7 كاين ناقص 14 وزائد 21. دونك هنا نحطو بيناتهم زائد، باسكو مجموع كامل بيناتهم، ولا حطينا ناقص هنا تتبدل الإشارات. داكور، من الأفضل نتوما دائما حطوا زائد هنا، دائما دائما حطوا زائد هنا، وهنا داخل الأقواس حطوا الأعداد بالإشارات ديالهم. داكور، هذه أسهل طريقة. داك دي يساوي 9 ناقص 4 هي 5 جذر 2، دائما نديرو زائد هنا قلنا، ناقص 14 زائد 21 يساوي إلى 7، دونك زائد 7 جذر 7. فوالا، هاي ليك العبارة، مبسطة، تبسيط سهل جدا. بسم الله، حيتها رابيد ماما، أسنا ندلو أميرونا طنبو ندلو الآخر ولي لي كونتين بيبي زينت كان يعني ده ماما با اللسان جنيا لا با با ماما با با يا رب فوالا ترارارارا تاتاتا. دونك ندور الى التمرين الثاني، درنا لابوز. طيب التمرين اثنين، دائما في تبسيط العبارات الجبرية التي تتضمن جذور. دونك أ يساوي جذر 8 ناقص جذر 18 زائد جذر 5. هنا في هذا النوع من العبارات يعني ما كانش جذور كعامل مشترك، احنا اللي نخرجوا العامل المشترك هذاك. كيفاش يا ولاد؟ كيفاش تخرجوا نتوما؟ كيفاش تخمموا باش تخرجوا هذاك الجذر المشترك؟ ياخي تروحوا لأصغر عدد موجود داخل تحت الجذر، أصغر عدد فيهم هنا صغير هو 8. 8 تشوفوا هل هو عدد يمكن أن نكتبه على شكل جداء عددين، أحدهما قابل نلقاو جذر والآخر
غير قابل باش نلقاو الجذر ديالو. معناتها جذر 8 يمكن ان نكتبه على شكل 4 × 2. يا خير اثنا ناخذ جوست الورقه هنا باش نفهم لكم ونفهمتوا هذا خلاص. جذر 8 يساوي الجذر دائما 4 × 2 يا خير، ويساوي في الخاص في الخواص اللي قريتهم على الجذور جذر عددين هو جذر قسموهم تقدرون نفرقوهم، وجذر 4 × 2. هاوليك واش قلت لكم 4 يمكن ان نجد العدد الذي مربعه يساوي 4، يعني كي نحطوه تحت الجذر جذر 4 هو 2 باسكو 2 و2 هو 4. لكن جذر 2 ما كاش جذر 2، ممكن نديروه بالآلة الحاسبة نلقاو. هاوليك واش نلقاو داكور كاش. هذا واش حبيت نقول لكم، دائما العدد هذاك الاصغر اولا المرحله الاولى تحوسوا على العدد الاصغر، ولا لقيتوه عدد ما كاش الجذر ديالو ما كاش يعني عدد مربعه هو ذلك العدد الموجود داخل الجذر، يعني ماشي عدد التام، وكي تحطوه تحت الجذر ما تلقاوش عدد التام، عدد طبيعي ماشي بالفاصلة، عدد طبيعي. ولا لقيتوه كيما جذر 2 هنا سي بون، ولا لقيتوه كيما جذر 8 هنا لازم تكتبوه هكذا بهذا الطريقه داكور. دونك نرجعو هنا ا تساوي هنا دونك 2، ولا نكتبو هكذا 4 × 2 باش تشوفو، ناقص جذر 18 زائد جذر 50 نروحو وحده وحده. دونك هنا جذر 4 × 2 ناقص جذر 18 زائد جذر 50 باش تشوفوا المرحله الاساسيه. هنا جذر 4 هو 2، جذر 2 على بالكم باللي بين جذر بين جذر وعدد ما نقدرونها، يمكن حذف الرمز فيه او الاشاره فيه، عفوا جذر 18 زائد جذر 50. الان نرجعوا للقاعده اللي قلت لكم، دائما تشوفوا لي اصغر عدد موجود تحت الجذر داكور. هنا برك درنا دوره، علاش؟ باسكو اصغر عدد فيهم ما يمكن تفكيكه، فككناه رجعناه الى جداء عدد مع جذر تحته عدد لا يمكن ايجاد جذره داكور. دونك والان واش نديرو لا سويت؟ كاينين عبارات منا ديريكتومون كيما هنا، منا نبداو نكتب كل من العددين الاخرين بدلاله هذا، مفهوم؟ كل بدلاله اصغر عدد تحت الجذر، اذا كان عدد لازم يكون عدد لا يمكن لا يوجد جذره. ها دونك 2 جذر 2 ناقص 18 نكتبوه على شكل 2 في عدد اخر، 18 هو 2 × 9 داكور. 50 لازم نكتبوها على شكل 2 في عدد، هو 25 × 2 ها يساوي دونك 2 جذر 2 ناقص هنا نفكك جذر 25 × 2 دونك ها يساوي 2 جذر 2 ناقص جذر 9 هو 3 باسكو 3 × 2 يساوي الى 9، جذر 2 زائد جذر 25 ما هو العدد الذي مربعه يساوي 25؟ هو 5، جذر 2. هاولي كلنا لهذوك تاع مقبل عامل مشترك 2 ساندويتش ناقص 3 لي ساندويتش نزيدو لهم 5 تاع لي ساندويتش قوشة هي طيبة. دونك جذر 2 كعامل مشترك، ساندويتش كعامل مشترك، ثم نديرو 2 ناقص 3 بالإشارة زائد 5. هنا كيكون في الوسط، كيكون في الديبي برك ما نزيدوش الإشارة، مي كيكون في الوسط لازم نديرو، كي تكون إشارة موجبة لازم نزيدوها. دونك أ تساوي إلى 2 ناقص 3 يساوي ناقص 1، ناقص 1 زائد 5 يساوي إلى 4، جذر 2
فوالا هذه هي. الآن نمر إلى عمليات أخرى. ب تساوي 3 جذر 27 زائد 5 جذر 8، نفس الشيء. ننظر دائما إلى العدد الأصغر تحت الجذر. 8 8 قلنا يمكن تفكيكهم بعد مع العمليات. 12 تشفوا بلي جذر 8 نكتبه دائما على شكل 2 جذر 2، باسكو 4 في 2 وبعد جذر 4 يساوي إلى 2. دونك هذا نبدلوه ب 2 جذر 2، هذا هو جذر 8. هنا يوم يجب أن نكتب الإشارة فيه باسكو سينو يولي 52. ما تنساوش 27 زائد 5 في 2 10 جذر 2. دونك بي يساوي الآن 27 يجب أن نكتبه على شكل 2 في عدد. إذا أسكو نقدروا نديرو 27 هو 2 في عدد، باسكو هنا رانا في التبسيطة. بس كاين أسئلة واحد أخرين كتبوا إيه هو في السؤال يقول لك كتبوا على شكل عدد في جذر 2. فوالا هنا أسكو نقدروا نكتبوه على شكل عدد في جذر 2؟ لا، بصح يمكن أن نكتبه على شكل جذر عددين أحدهما عنده الجذر والآخر ما نقدروش نكتبو الجذر، وهو أصغر عدد ممكن، هو 9 في 3 هو 27. باسكو جذر 9 عندنا وجذر 3 ما عندناش. بي يساوي، بصح هنا يجب أن تكتبوا دائما على شكل أصغر عدد ممكن باش تسهل لكم التفكيك. داكورا، وسينو كيما هنا كيما تلقاوش تشوفوا هذاك العدد اكتبوه دائما على شكل جذر عددين أحدهما عنده الجذر والآخر ما عندوش الجذر. دونك هنا 3 في جذر 9 في جذر 3 زائد 10 جذر 2. بي يساوي 3 في جذر 9 هو 3 باسكو 3 و2 هو 9 في جذر 3 زائد 10 جذر 2. دونك بي يساوي 9 في جذر 3 زائد 10 جذر 2. فوالا هنا ما نقدروش خلاص نديرو تبسيط اكثر من هذا الشيء. داكور، باسكو هنا جذر 3 وهنا جذر 2 كما سي هنا ساندويتش شاورما وهنا شاباتي، ماشي كيف كيف. فوالا للمزاح فقط. نمر إلى العملية الثالثة C تساوي جذر 54 ناقص جذر 6 زائد جذر 24. دونك هنا نشوفوا أصغر عدد هو 6. 6 هل يمكن كتابته على شكل جذر عددين؟ أحدهما عنده الجذر والآخر لا. دونك يمكن هو 3 في 2. عفوا لا يمكن، لا يمكن. دونك نخليوه كما كان. دونك نتركه كما هو 6. داكور، ندير باسكو جذر 3 ما كانش وجذر 2 ما كانش. دونك هنا نخليوه 6. إذا واش نديرو؟ نروحو ل 54 و 24 لازم نكتبوهم على شكل 6 في عدد. نديرو بالآلة الحاسبة 54 على 6، دايما تاخذوا العدد هذاك تقسموه على 6 باش تشوفوا ولا تقدروا تكتبوه على شكل جذر عددين. العدد هذاك الصغير في عدد وهذا لازم يكون عنده الجذر. جذر 9 كاين، دونك ناقص جذر 6 زائد جذر 24 ايضا، ديروا قسمة 6 هو 4 في 6، جذر 4 هو 2. فوالا دونك هنا جذر 9 في جذر 6 لازم تكتبوا كامل المراحل يا ولادة، سينو يروحوا لكم النقاط. هنا 3 جذر 6
ناقص جذر 6 زائد 2 جذر 6 يساوي عندنا جذر 6 كعامل مشترك هنا. دونك هنا جذر 6 عندنا هنا 3 ناقص والو دونك ناقص 1 ماشي ناقص 0 هو 1 هنا زائد 2 يا اخي شفتهم قبل كي قلت لكم ولكن واحد ما نكتبو والو هو ناقص 1 3 ناقص 1 2 2 زائد 2 4 جذر 6 لا ثم دي تساوي جذر 3 على 5 ناقص جذر 75 على 6 زائد جذر 8 على 15 نكتب هنا عندنا جذر 3 يبقى كما هو صغير ناقص على 6 جذر 8 هو 2 جذر 2 على 15 ثم نأخذ 75 هل يقسم 3 لا نلقاو 37 ونصف يعني ما نقدروش نلقاوه على شكل عدد عنده الجذر جذر عددين واحد عنده جذر واحد لا لكن على 3 هو 25 في 3 يساوي دونك جذر 3 على 5 دائما باسكو هنا 75 هذا اصغر نكتبوه بدلاله هذا بصح هنا 8 هو 2 جذر 2 كان جذر 2 هذاك صغير نقسمو فيه زوج نشوفو اسكو شكون فيهم اللي نقدروا نكتبوه بدلالته دونك قدرنا نكتبوه بدلاله جذر 3 جذر 25 في جذر 3 على 6 ثم زائد 2 جذر 2 على 15 دي يساوي دونك جذر 3 على 5 ناقص 6 هنا 5 جذر 25 هو 5 جذر 3 زائد 2 جذر 2 على 15 هذا كده نحطها لكم هنا باش نديروا لا سويت اذا دي يساوي دونك هنا عندنا جذر 3 كعامل مشترك بين هذو الزوجه نحطو بين قوسين نخرجو جذر 3 زائد 2 جذر 2 على 15 واش نكتبو هنا كي نحيو جذر 3 منا يبقى لنا 1 على 5 ناقص كي نحيو هنا جذر 3 يبقى لنا 5 على 6 نوحد المقامات هنا دونك دي يساوي خلاص يساوي نوحد المقامات 1 في 6 ناقص 5 في 5 على 5 في 6 لابان لابان اونتري بيان سيري لا ما دي يساوي 30 واحد في ستة ستة خمسة في خمسة خمسة وعشرين ستة ناقص خمسة وعشرون تساوي إلى ناقص 19 دونك ناقص 19 على 30 جذر 3 زائد 2 على 15 جذر 2 هاي ليك مكتوبة على أبسط شكل ممكن داكور الآن نمر إلى الجزء الثاني وين يطلب منا حساب ثم اكتب الناتج على شكل ا زائد ب جذر سي لازم نكتبوه على هذا الشكل دونك ا تساوي جذر 2 في جذر 2 وميم طون رانا نديرو في النشره يساوي النشر كما شفتو هنا الضرب كهذا في هذا جذر 2 في جذر 2 زائد جذر 2 ف
في واحد، لازم نضربهم في اثنين في زوج، هذا في هذا وهذا في هذا، هنا يتغلطوا بزاف التلاميذ. الان جذر اثنين في جذر اثنين، جداء نفس الجذر، هنا ديروا العمليه العكسيه باش ما تغلطوش، بس هذيك الخاصيه تاع نفرقوهم نقدروا نعاودوا نجمعوهم داخل تحت الجذر، داخل نفس الجذر. جذر اثنين في واحد هو جذر اثنين، دونك ا يساوي هو جذر أربعة زائد جذر اثنين، وجذر أربعة هو اثنان. معنتها لا بروشين فوا كي تلقاو جداء نفس الجذر هو ذلك العدد الموجود داخل الجذر. جذر ثلاثة في جذر ثلاثة هو ثلاثة، جذر خمسة في جذر خمسة هو خمسة. وعلاش؟ باسكو كي ندخلوهم داخل نفس الجذر يولي هو نفسه. داكور، هاولي كتبناه على شكل أ، أ هو اثنين زائد ب هو واحد جذر س، س هو اثنان. ثم ب ستة جذر ثلاثة ناقص اثنين ناقص جذر ثلاثة في اثنين زائد ستة جذر ثلاثة. دونك بي يساوي ستة جذر ثلاثة ناقص ثمانين. نقدر نحيو الأقواس بس خلاص ما كاش هنا التوزيع، ما كاش النشر، لكن هنا يوجد جذر ثلاثة في ثمانين، دونك هو ثمانين جذر ثلاثة مسبوق بإشارة سالبة. الأقواس المسبوقة بإشارة سالبة عند حذفها، يعني كي تواسيو النشر تتغير الإشارة الموجودة داخل الأقواس، يعني هذه زائد تولي ناقص، بس ناقص في زائد، بس عندنا الضرب هنا ناقص في زائد ناقص جذر ثلاثة في ستة جذر ثلاثة. فوالا، ثم يساوي ستة جذر ثلاثة ناقص اثنين ناقص اثنين جذر ثلاثة ناقص جذر ثلاثة في جذر ثلاثة قلنا من قبل هو ثلاثة في ستة، يساوي ستة جذر ثلاثة ناقص اثنين ناقص اثنين جذر ثلاثة ناقص تمنطاش. ثم الآن اللي هو هنا باش تشوفوا لي دونك بي يساوي، هنا عندنا العامل المشترك جذر ثلاثة جذر ثلاثة، ستة ناقص اثنين، ستة تاع لي ساندويتش ناقص زوج تاع لي ساندويتش، أربعة تاع لي ساندويتش، ثم ناقص اثنان ناقص تمنطاشر، مجموع عددين سالبين، نسبيين سالبين هو عدد سالب نجمعهما ناقص عشرين. هاوليك، يمكن ولا حبيتو تكتبوها على شكل ناقص عشرين زائد أربعة جذر ثلاثة. فوالا كيف كيف داكور. نزيدو الأخيرة، العملية الأخيرة هنا ما ليس مطلوب الكتابة على شكل أ زائد ب في الأخرة. دونك سي يساوي جذر اثنين زائد واحد في جذر اثنين زائد واحد. المتطابقات الشهيرة هنا هل يمكن تطبيقها؟ شوفوا مليح، أ زائد ب، ولكن هذا أ جذر اثنين زائد واحد في جذر اثنين زائد واحد، ضربنا نفس العبارة في نفسها مرتين، دونك يساوي إلى جذر اثنين زائد واحد الكل أس اثنين. داكور، في العبارة في المتطابقات الشهيرة لي شفا أ زائد ب الكل أس اثنين، هو أ أس اثنين زائد ب أس اثنين زائد اثنين في أ في ب، هي أبسط نديروهم في زوجة. دونك أ زائد ب أس اثنين يساوي أ أس اثنين زائد ب أس اثنين زائد اثنين في أ في ب في أ ب. نبداو نديرو بهذه ومن بعد نديرو بالطريقة الأخرى. دونك أ أس اثنين جذر اثنين الكل أس اثنين زائد ب أس اثنين واحد أس اثنين زائد اثنين في جذر اثنين
في واحد. جذر اثنين أس اثنين هو جذر اثنين في جذر اثنين، زائد واحد أس اثنين هو واحد، يعني واحد في واحد هو واحد. هنا اثنين في واحد اثنين، جذر اثنين. نحي، نقدروا نحيو الإشارة هنا فيها كما تقدروا تحطوها، من الأفضل تنحيوها. جذر اثنين في جذر اثنين هو اثنين، زائد واحد زائد اثنين جذر اثنين، يساوي ثلاثة زائد اثنين جذر اثنين. فوالا. دونك في الفيديو الجاية ان شاء الله رايحين نديرو التبسيط، نشر والتبسيط، نديرو اكثر تمارين اكثر ونشر والتبسيط في العبارات الجبرية التي تتضمن الجذر. فوالا، بقاو في المتابعة.